شايف تألقه ازاي مع السيراميكا يا كابتن ياسر، خاصة كمان يعني بينافس على أهداف الدوري؟ بص فرقة شوف بس الأهداف النهاردة، يعني الربط بين الأهداف بقى، الأب والابن، يعني هدف الكابتن ياسر ريان وكان قبله هدف أحمد ياسر ريان، يعني جينات التهديف موجودة برضه. أما أنا والله أخلي بالك أنت لازم، أنا وأنا في نادي المنصورة انا تلات ارباع جوان نادي المنصوره فضل انا اللي جاب، حتى في النادي الاهلي مع كابتن شوبير جاب جون وفي المصري وفي الاتحاد وما فيش فرقه فضل الله، وانا مع المنصور مع النادي الاهلي الامور مختلفه، الامور صعبه جدا. انت بتتكلم انت حتى انت كراجل كنت فيرويد، انت مش فارق معاك تجيب جون، الناس متخيله اسامه حسني لازم ينزل يجيب جون، هي مش فاهمه الا اي لعيب حتى لو الحارس المره جاب لنا جون احنا عايزين نكسب، احنا عايزين نفرح الجمهور مش اللاعب مش اللاعب، الناس بتبقى متخيله الفيرويد ده لازم ينزل يجيب جون ولازم اي لعيب، لا الامور بتبقى مختلفه. اللعيب النادي الاهلي انا بقى الامور كانت مختلفه، من هاف وحر في النادي المنصوره لباك ليفت في النادي المنصوره لقصه تانية، لازم بطوله الدوري نطلع من بطوله الدوري، لازم بطوله الكاس نطلع من الكاس، يقول لك بطوله افريقيا بطوله عربيه، خلي بالك الزمالك الاسماعيلي قصص كلها، احنا لاعبي النادي الاهلي مضغوط طول السنه، عشان كده الناس لازم تتقدر لاعبي النادي الاهلي اللي يبقى موجود، هو مش عايز، هو عايز يفرح جمهوره، هو عايز يبقى كويس بس بتبقى غصب عنه، السوشيال ميديا كمان بتصعب الامور الوقت. يعني انا متاكد لعيب الكوره لو سالته قلت له الجمهور دلوقتي تحب الجمهور يبقى في المدرج ولا السوشيال ميديا، يقول لك انا عايز الجمهور يجي حتى طبع. لو انا وحش شويه هيلومني ويمشي.